زينب، وهلا وصلنا مع قامة سورية عريقة وأيقونة من أيقونات الفن السوري يلي كتبت تاريخها بحروف من ذهب. هو من مواليد حي الأمين بدمشق، لأب سوري وأم لبنانية. دخل الجامعة بعام 53 ودرس بكلية العلوم وتخصص الكيمياء والفيزياء، ومن هنا كانت بداية مشواره الفني. أما عن عام 1960 فكانت ولادة شخصيته الأشهر غوار الطوشي ليلمع اسمه الفني بعدها. بمسرحية شقائق النعمان قال: تاريخ انكتب يا ابني، والحاضر هلأ عم ينكتب، بس الحمد لله المستقبل لساته صفحة بيضة، بدنا نتكاتف ونكتبه سوا. يوم بصباحنا غير حبينا نبدأ أولى صفحة عامنا جديد 2018 معه، لتكون إطلالته الأولى على شاشة الإخبارية السورية بحوار من القلب للقلب. يسعدنا نرحب بالفنان الكبير دريد لحام. يسعد صباحك، كل عام وأنت بألف خير. صباح النور. صباح النور. سعد صباحك. صباحكم مساكم نور إن شاء الله. اهلا وسهلا فيك. يعني اول شيء نحن كثير بنتشكرك واكيد بنتشرف بحضورك ببدايه عام جديد. لا يا قلبي، بالعكس انا اللي بشكركم، تسلم لي عينك. يعني حضرتك قامه فنيه، كلنا بنفتخر فيك. قامه بس 165 سم، شو الفايده؟ الله يخلي لنا اياك. بالعظمه تبعتك. بالعظمه، نعم. 2018 بلشت، 2018 كلنا عم نتامل انه تكون حامله الامل والخير، لانه نهايه 2017 هيك شفنا بصيص من الأمل والنور يمكن لسوريا ولبعض الناس. كيف منبلش السنة بدون شك؟ معك حق بالأمل، يعني ومثل ما قال بزمانه سعد الله والنوس، نحن محكومون بالأمل. ولازم يضل يعني الأمل في 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 داخلنا. ولما الواحد بيشوف صمود الشعب السوري 7 سنوات على ظروف صعبة للغاية، ظروف غذائية ولا أمنية ولا وكل نواحي الحياة كان في ظروف صعبة، ومع ذلك صمد وقدر الجيش السوري يعني ينهلوا من صمود الشعب ليعملوا كمان صمودهم الرائع. الجيشنا العظيم البطل يلي بنوجه له تحية كبيرة وشكر يمكن ما بيكفي، بس ما عندنا غيره. كمان لحلفاء سوريا اللي وقفوا إلى جانب الحق، الظلم الكوني اللي تعرضت له، تعرض له وطننا سوريا أو أمنا سوريا. يعني هالأمور كلها مع بعضها يا قلبي، لو ببلد تاني كانت انهارت من أول سنة، من أول شهر يمكن. صحيح. نحن صرنا بالسابع وصرنا أفضل من أول سنة وأقوى من أول سنة. وإذا بدي أحكي عن الفن مثلاً، بتلاحظي انه زاد الانتاج الفني، زادت الدراما التلفزيونيه، زاد الانتاج السينمائي، مسرحيات، يعني كله سوى. هذا نتيجه ايش؟ تعبير عن الارتباط، تعبير عن الانتماء. يعني انا ما بنسى كمان لما افتتح المعرض منظر الناس اللي راكبه بسيارات الشحن وعم تغني ودربكة وترقص. هدول الناس اللي زاروا المعرض أكيد ما هناش لا تجار ولا أصحاب مصانع ليروحوا يعملوا صفقات تجارية، راحوا على المعرض بسيارات شحن تعبير عن موقف إنه هن إلى جانب وطنهم ومتحملين كل شيء كرمال بلدهم. أكيد أستاذ دريد، بما أنه عم نحكي عن طبعاً نحن صرنا بعام جديد، خلينا بس نودع العام القديم، عشو بتقول له شكراً وعشو بتقول له العام طبعاً 2017 كنت بتمنى أو يا ريت يصير معي، شو بتقول له العام 2017؟ بقول له والله لا يردك، خلص له السنة بمقاسيك اللي صارت، وبتمنى 2018 يكرس كل الومضات الحلوة اللي صارت، وخاصة بمحافظة حلب، محافظة حمص. يعني كنت بحمص من أسبوعين تقريبا وشفت هذا الإصرار العظيم
على إعادة البناء، على إعادة يعني صحيح مثل ما بيقولوا السوريين إن طائر الفينيق، فعلا طائر الفينيق. أصلا كلمة فينيقيا إجت من هذا الطائر. نفس الشيء بحلب، الإصرار صحيح على الترميم، على العودة، على الكذا رغم الظروف. هاي سوريا أو هدول السوريين يلي مخزنين مقاومة ضد أي ظرف صعب. نعم. أستاذ دوريد، خلينا هيك شوي نحكي عن دورك المجتمعي، دورك يمكن بأي فعالية بتكون بالبلد لدعم أبناء الشهداء، لدعم أبطال الجيش، لدعم الشباب السوري. يمكن حضرتك بتكون من الأوائل موجودين وبتشد عيد كل حدا يمكن بيطلب منك أي طلب أو أي معرفة أو أي شيء. اليوم كأب سوري، قديش أولادك اليوم بحاجتك؟ قديش أولادك اليوم محتاجين يمكن تحط إيدك على كتف أي حدا فيهم بعد هالوجع يلي مرقنا فيه؟ والله يا قلبي لقلك هلأ لقلك أظن أديشون قال أنه يعني الحياة اللي إلها قيمة هي الحياة اللي بتعطي، يعني الحياة مو بطول بقائها، هي بقوة عطائها. وما في حدا متهيألي ما عنده شيء يعطيه. صحيح. يعني في واحد الله منعم عليه بيعطي مصاري، في واحد ما معه، عنده وقت يمكن عنده وقت يدرس طفل انحرم من المدرسة بسبب الظروف، في واحد بجوز لا عنده مصاري ولا عنده وقت بس عنده قلب وقادر يعمل لمسة حنان على طفل بحاجة إلى حنان بعد ما فقد كثير مما حوله من أحباء أو أهل أو بيت أو إلى آخره. فالكلمة الطيبة يا قلبي إلى مفعول السحر وما بتكلف. صحيح. ميزتها أنه ما بتكلفك شيء، كلمة طيبة. عشان هيك مثل قديم بيقول لك لاقيني ولا تطعميني. صحيح. شو يعني؟ يعني ابتسم لي بس. مزبوط. لا تطعميني بس لاقيني ملقى حلو. مزبوط. استاذ دوريد، كيف تقضي طبعا راس السنه مع اولادك؟ شو الاجواء اللي والطقوس اللي متعود عليها او معود عليها عائلتك؟ والله يا قلبي نحن وشباب كنا نجن ونروح على السهرات، بس بعد ما تقدم بنا قطار العمر صرت البيت صار راس السنه هو احتفاليه مع الاولاد والاحفاد فقط. يعني بنقعد وبنسهر سوا لحالنا بالبيت، وخاصه انه هاي الاسبوع هذا الجميل اسبوع المحبه من 24 الى عيد ميلاد السيد المسيح لا راس السنه، انا هذا بالنسبه لي اسبوع الحب، وله علاقه خاصه فيي لانه بال1960 ب 24/12 اول يوم قلت لها لهالا انا بحبك. واو. ميلاد حب مع ميلاد المسيح. هاي بال 24 بعيد ميلاد سيد المسيح. نعم. بال 1963 يوم راس السنه تزوجنا. فمشان هيك صلى العمر كله يا رب. اسبوع الله يخليكي اسبوع حب بالنسبه لنا، وان شاء الله يكون مش اسبوع محبه على العالم كله، عمر من المحبه ان شاء الله يا رب. الله يخلي لك عيلتك واولادك واحفادك. بنوجه لهم تحيه. اكيد بنوجه لهم تحيه كثير كبيره ومعايده كثير كبيره. خلينا شوي بما انه عم نحكي عن البيت، خلينا نحكي قديش بيت الاستاذ دوريد لحام هو سوريا الصغيره، قديش يمكن المحبه، الامل، اذا حدا توجع بنلتم كلنا حوالين بعض. وبدنا نوجه تحيه اكيد للسيده عبير كمان، شفناها قديش تعبت فعاليات عم تقوم فيها هون بالشام وبحلب ايضا، راح ري على حلب. خلينا نحكي اليوم قديش نحن بنقدم افكار ببيت الاستاذ دوريد. والله يا قلبي لقلك هي المهم انه يتربى الواحد على مساله انه اذا قادر تعطي اوعى تبخل. اوعى تبخل. وبالنسبه لعبير باعتبار إلى اجى ذكرى انا كثير سعيد وفخور فيها، ودائما بقول لها بابا الله يعطيك العافيه كملي وكمان وكمان، وشو بدك انا بوقف جنبك جاهز. فخور فيها انها عم تعطي كل وقتها للعمل العام. طبعا مو بس هي، يعني الاف
من الصبايا والشباب متطوعين يعني فعاليات هنا لنا ثانية كل من الشباب بسوريا كلها من شمالها لجنوبها تقدموا للتطوع للفعل الإنساني، وهذا جزء مهم من أنه خلى سوريا صامدة بفعل صح. هؤلاء الشباب اللي والصبايا اللي تطوعوا. وهون بحب وجه تحية خاصة للسيدة الأولى سيدة أسماء الأسد، لأنه هي فعلا عنوان للفعل الإنساني بسوريا صحيح. تجديها في كل الميادين صحيح. وهذا جميل يعني بزمانه، يمكن معكم مع الإخبارية قلت أنه يا ريت المسؤولين ما يقعدوا على كراسي عادية، يقعدوا على كراسي تفال ما تلزق يكونوا يعني موجودين في الميادين. نعم ميادين، كل وزير يعني او كل مسؤول في ميدان عمله، وموجودون ميدان عمله يحس يشوف الناس بالشارع. خلينا نقول الناس بالشارع، يعيش يوم بالشهر مثل ما عايش الناس، بيكتشف كثير اشياء لازم يصلح. فالسيدة أسماء ميدانية بكل معاني الكلمة. صحيح. استاذ زريد، كمان يمكن من اقوالك انا بذكره وقلتها كمان بفعاليه هنا لنا، انه نحن ما بدنا دقيقه صمت، بدنا دقيقه فعل. كمان هذا حبيت اذكره اليوم لانه ضل عالق ببالي. بين الماضي والحاضر في كثير شخصيات رحلوا من حياتنا، بدنا نشوف شو بدك تقول لهالشخصيه. شو بتقول للراحل نهاد قلعي؟ بقول الشيء اللي بقوله دائما، اخذ معه نص دوريد وضل نصه مع دوريد. حلو الوفا اكيد. شو بتقول لحي الامين؟ هو مرتع الطفوله طبعا، يعني هو يا قلبي لقلك بصير المكان، بصير هو الذاكره، هو اللي بيشدك للناس. يعني لما مثلا بقول ببلد والدتي مشغره مثلا، كان جنب بيت خالي اللي هو مختار في مزراب مي ليل نهار، يعني لانه نبع، هو نبع. بعد فتره رحت لقيتهم شايلينه، نوع من التجديد يعني، التجديد الغلط. فزعلت، قلت له وين المزراب؟ هون كان بيت جدي، هون كانت ستي لعيا، هون كان يا عمي. فهو المزراب ذكرني بستي لعيا، ذكرني بخالي، ذكرني بجدي. فبصير يا قلبي المكان هو الذاكرة، لأنه هو اللي بيشدك للأشخاص. فبذكر أنه أبي كان عنده دكانة كتير صغيرة بحي الأمين، نحن بزقاق اسمه الشرفة، بهالزقاق هذا نحن وأطفال نشوفه طويل. هلا لما بروح بزور المنطقة بلاقيه العمى شو صغير. وزرت البيت اللي خلقنا فيه واللي عشنا فيه. بيتنا كان بضم 4 عائلات، عمومة و بيت العائلة، ونحن 10 أولاد. كان حصتنا من البيت غرفتين، وغرفة تقريبا مترين بمتر، مترين متر، هي لأبي وأمي. أنا من وقت عرفت ليش جابوا ناس كتير، لأنه قد مضيقة الغرفة، فمجبورين يضلوا عاملين هيك مشان يدفوا بعض. أستاذ دريد، الغرفة اللي جنبها تقريبا 4 أمتار ب4 أمتار، فعلا إحنا وصغار نشوفها كبيرة. رحت لقيتها العمى شو صغيرة، كيف كنا نحن 10 ننام بهالغرفة هاي؟ عن جد ننام مثل ورق العنب بالطنجرة هيك. حلوة هي الذكريات، كثير رجعنا لك ياها. استاذ دريد، شو بتقول لخشبة المسرح؟ لخشبة المسرح بدون هي بالنسبة إلي فرح وسعادة، بالنسبة إلي، لأنه فيها تواصل حلو جميل مع الناس. هلا بيسألونا في بعض الأحيان، هلا المسرحية كانت تقعد 6 أشهر 7 أشهر على مسرح اتحاد نقابات العمال، بيسألوني ما بدي أخلقك إنه عم تعيد العرض كل يوم. بالعكس،
لانه كل يوم في جمهور متجدد غير مختلف اللي كان غير اللي كان. فمشان هيك بتلاقي الجمهور يا قلبي مو كل يوم نفس الشيء. يوم بتلاقي ناس كثير كرمة بتعبيرهم، بزقفوا كثير بيضحكوا. يوم بتلاقي في ناس مثلا مبسوطين سعداء بس بخلة بالتعبير، يعني لما بده يضحك بيعمل عصامي بس مو معناته انه هو مبسوط. فبتلاقي فكل يوم في جمهور جديد مختلف عن اليوم اللي قبله. لكن مع ذلك انا كل ما مضى يوم بصير بخاف اكثر، بوقف بالكواليس قبل ما ادخل وبدعي، وبعدين بقول يا رضا الله ورضا الوالدين وبدخل. وهذا الرعب عم بيزيد عندي مش عم ينقص، عم بيزيد. نعم كنا شفناك وقت فعاليات هنا لنا كمان، نظرناك بالغرفه استاذ دوريت، كنت انت والاستاذ حسام تحسين بيك، كنت عم تحضر يعني، كنت عم فعلا عم تحضر وقلت لنا انه مشغول يعني، انه انا هلا عندي خشبه مسرح وعم بتحضر كنت. احترام الوقت لانه انت لما بتفكري انه هذا الشخص اللي جاء على المسرح اولا دفع مصاري ودفع واسطه نقل وتعذب ولبس بدل ما يقعد ببيجامته بالبيت، فلسبب لازم يشوف شيء قد المعاناة اللي عاناها سواء مادية أو عضلية أو شيء من هذا النمط. مشان هيك المسرح له احترامه الخاص. وأي فنان اللي بتسأليه والسؤال الأزلي هذا أنه بيسألوا أي فنان أنه أنت شو بتفضل، سينما ولا المسرح ولا التلفزيون ولا رأسا بيقول لك المسرح بدون ما يفكر. صحيح. نعم استاذ دريد، شو بدك تقول لشخصيه غوار؟ بقول له شكرا كثير شكرا، وانا سعيد انه بشتغل مدير اعمال لغوار. ايه يعني بقول له امتى يطلع وامتى ما يطلع لغايه ما نبأ بهنا لنا الماضيه. نعم صحيح. انا قلت لازم اعمل تحيه خاصه يعني، فلبست غوار وطلعت قدمت مشهد فغوار هو سبب معرفة الناس فيه، هو سبب محبة بعض الناس، ما حقول كل الناس لدوريد، هو سبب بسيط مشان هيك، هو حدا بسيط مشان هيك دخل كل قلوب، مو من مع التلفزيون بس على القلب كمان، هو بسيط بس كمان ملعون. الناس حبتهم يعني، الناس حبت هي الملعنة والقصة. هو معادلته شوفي، هو صعلوك وفقير ومعتر، لكن لما بيكون عنده حلم بيدافع عن هذا الحلم بأي شكل، بالمقلب بالأذية، لو بده ياخذ حسني على يعمل له عملية زايدة هو مو لازمته بس ليغني محله مثلا. نعم. فبيعتقد انه هذا حقه بفطوم، حقه يغني به الى اخرين. هلا الناس المفروض تكرهه لانه مؤذي، لكن ليش الناس حبته؟ الناس يا قلبي بتحب معادله الضعيف اللي بينتصر على القوي. صحيح. انه زلمه صعلوك انتصر على رئيس المخفر مثلا، هي بلاقوها الناس حلوه. مشان هيك الناس ما كثير حبوا ابو الهنا، لقوه هو ضعيف ومهزوم، غوار ضعيف بس منتصر. صحيح صحيح. استاذ دوريدا يعني قلت لنا انه بيصادف عيد زواجك براس السنه، شو بتقول لمدامتك المدام هالة؟ شو بتقلها بهذا اليوم؟ خليني اقلها الكلام اللي طبعا دائما بقول لها اياه، شكرا انه تحملت كل نزواتي وتحملت كل اغلاطي مشان يضل هذا البيت عامر وهذه العائله متماسكه. واجمل كلمه قلت لها اياها وهي بتحبها كثير، انه احبك لان فيك الكثير من مريم امي. هلا وهون انا بحب انصح كل سيده انه تكون لزوجها حبيبه وزوجه وصديقه، لكن تكون ام كمان بنفس الوقت. لا حدا يفتكر انه اذا واحد كبر بالعمر ما عاد بحاجه لحنان، بالعكس بصير بحاجة للمسة حنان على خده أكثر من لما كان طفل. ومشان هيك يعني
ليش بقول انه ام؟ لانه هاله ذكيه شافت شو الصفات اللي بوالدتي اللي انا بعشقها وبعشق والدتي على الاساس، قمصتها حلو، صارت تعمل مثلها. فمشان هيك قلت لها احبك لان فيك الكثير من مريم يلي هي امي. مشان هيك انصح اي زوجه لازم تكون ام لزوجها، مو بس صديقه وحبيبه وطباخه وولاده، لا بدها تكون ام. قديش نحن بحاجه، الله يخليكم لبعض. الامين يا رب، الله يخليكم لبعض. قديش اليوم نحن بحاجه لهذا الحكي، لانه الام او الزوجه يمكن هي ملكه الاسره وهي حاضنه الاسره. أكيد. اليوم يمكن بالظرف الصعب صار عم يتفششوا ببعض كثير، ما بقى كثير عم يحسوا ببعض، فقديش اليوم بحاجه لهالحكي من صحيح يا قلبي. يعني مشان هيك انا عبرت تعبير انه سوريا الوطن والام هن نفس الشيء. صح. يعني وخاصه انه كمان انا كان وطني قبل ما انزل كان وطني برحم امي 9 اشهر، فهذا وطن كمان. مشان هيك الام والوطن مثل بعض، ومهما عمل الواحد بيشعر انه ما قدر وفاهم حقهم، لا لامه ولا لوطنه. مشان هيك ولا لزوجته. تهيألي أنا الشهيد يلي مزروع بتراب الوطن المقدس، متهيألي إنه عم يسأل حاله وهو تحت التراب إنه يا ترى يا وطني وفيت؟ يمكن بيتمنى لو يعيش مرة تانية ويستشهد مرة تانية ليشعر إنه وفى وطنه، لأنه هذا الشعور ما ممكن نبلغه اطلاقا مهما عملنا، هذا الاجتماع الكبير ولا للوطن. بقى مشان هيك انا دائما في تعبير كررته كثير يعني، وما له شيء مفيد نكرره، دائما بقول له انه هاله بالنسبه لي هي صديقتي احيانا، زوجتي احيانا، ولكنها حبيبتي دائما. حلو، الله يخليكم لبعض. تحملت مني كزوجة وكأم ما لا يحتمل. عشان هيك لازم الله كتب على المرأة أن تصبر. واحدة تصبر على نبيرة 9 اشهر إذا واحد حاسة إصبعته هالقد بركل على الدكتور، وآلام الولادة والمخاض اللي لا تحتمل، بحق لها نقدم لها كل الاحترام. أكيد. شو بدك تذكرنا بأغنية للأم؟ ها؟ دندن أغنية للأم، شو بتقلها لأمك؟ غني؟ ايه، شو بتقلها لأمك؟ مو غني، هيك دندني صغيرة. دندني صغيرة، نسمع شو بتقلها لوالدتك مريم؟ تبع يامو، بتعرفي المشكلة إنه بدمع إذا بقولها، بس بقول لك آخر مقطع. احنا كمان بنحب نسمعها لأنه بنحس بكمية الحنان اللي فيها. يا قلبي عليكي. شو ما عملت يامو ما بكفيكي، ربي وحده قادر يكفيكي. ردي علي من قلبك وسمحيني، ربي طول عمرك وخليك كفي الآن. الله يخلي لنا إياك ويخلي لنا هالمشاعر، خلي كل أم لبيتها، خليك فوق راس عيلتك استاذ دريد، تضل رب هالأسرة العظيمة، وتضل هيك مدام هالة مرافقتك طول العمر. يعني وجودك هيك وكلماتك فيها نصايح كثير وفيها وعي كثير حتى لنا لجيل الشباب، فنحن كثير عم نحب نسمع منك هذا الحكي. يعني بمعنى انه مكتوب على المرأة ان تصبر وتتحمل اكثر من الرجل. صحيح. مكتوب عليها هيك، بكفي مثل ما قلت لك آلام البلاد. يلا كنت في حديث من على شاشة التلفزيون من كم يوم إنه شو بتحلم؟ قلت لهم بحلم حلمي مو هلأ، حلمي له علاقة بيوم القيامة. فإذا يوم القيامة كانت سيئاتي كتوع النار وانتهينا، أما إذا حسناتي أكثر بدهم يبعثوني على الجنة. وأنا بالجنة ما بدي حور عين، بدي أمي وعيلتي نجتمع فيهم ونسرح ونمرح بالجنة. الله يطول عمرك حبيبتي، والله يخلي لنا هالمحبة يا عمري اللي عن جد
عم توصلنا هيك، ما بعرف شو بدي اقول لك. يخليكم الهي يا رب. استاذ دوريت، خلينا شوي ننتقل للدراما السوريه، خلينا شوي ننتقل. استاذ دوريت يمكن اصدقائه كثير بمجال الدراما من ممثلين ومن مخرجين، ما هي دائما النصيحه الاولى يلي بتوجهها لاي جيل جديد بالدراما، او شو بتتمنى اليوم من الدراما السوريه انه تقدم بعد هالعناء يلي عانيناه؟ والله يا قلبي عم تقدم كل شيء عم يخطر على بالنا يمكن، لكن للجيل بشكل عام او الجديد ولا القديم، انه مهما بلغت من نجاح اعتبر حالك انه ما زلت في الخطوه الاولى. هلا انا بهالعمر بيقولوا لي شو حققت؟ بقول لهم بعدني باول خطوه. لانه اذا بدي اعتبر حالي وصلت معناتها خلصت، انتهيت. مثل اللي بيطلع على جبل بيوصل للقمة، يطلب وبعدين شو في بعدها؟ ما بقى في بعدها شيء. أقل هزة بيوقع. صحيح. اوعى تعتبر حالك وصلت دائما. انه انا مرة كنت بطيارة جاي من امريكا، جنبي كان قاعد واحد عمره حوالي 85 سنة فاتح كتاب وعم يقرأ، صار حوار بيناتنا. بعدين طلع هو أهم جراح أعصاب بأمريكا أو يمكن بالعالم، وفاتح كتاب عم يقرأ مؤلف عن الأعصاب لدكتور شاب، لدكتور صغير بالعمر. يعني هون بيقول لك يا قلبي المعرفة ما لها حدود، خلص ما لها يعني إلى بداية بس ما لهاش نهاية إطلاقا. صحيح. لو إلى بداية ولو إلى نهاية كنت هلأ شفتي نص الحلاقين أطباء. هلا كان الحلاق هو الطبيب وبيقلع أسنان وبداوي وبيعلق علق وبيعمل لزقات بزرق طونة يا بزرق كتان وإلى آخره. شوفي العلم قديش تطور وتقدم لدرجة صار العضو الواحد بجسم الإنسان له 10 اختصاصيين. إنه والله بالعين اختصاصي شبكية، هذا عينية، هذا قرنية، هذا إلى آخره. هو كل ما ضاء الاختصاص بصير مفيد أكثر. لا بتروح لعند حكيم أسنان بطلع باعتبار أسناني بلش يهرهر بيقول لك والله هاي بدها طبيب لسة، رول عن طبيب لسة. الواحد صار في اختصاص، ما عادش يفهم انه دكتور اسنان بيقول لك رول عن طبيب اللثه تبع، والله هذا تبع تقويم، هذا تبع قلع، هذا تبع حشي، هذا تبع زرع. فكل ما داء الاختصاص يا قلبي كل ما كان مفيد اكثر للبشريه. نعم. استاذ دوريت، سالتك يمكن ليا عن الدراما بشكل عام، انا بدي اسالك عن الكوميديا اللي ما عم نشوفها كثير، الكوميديا اللي ما عم نشوفها كثير طبعا على شاشاتنا بالمستوى المطلوب، اللي عم تعالج قضايا المجتمع بشكل فكاهي ناقد ساخر. شو بتنصح طبعا القائمين على الكوميديا السوريه، شو توجيهاتك لحتى فعلا توصل بشكل ما هو كثير مبتذل؟ والله يا قلبي لأقول لك، أنا نصيحتي مو للي عم يعملوا هاي الدراما، نصيحتي للتلفزيون إنه لازم يكون أكثر تشدداً بقبول الأعمال. صحيح. هلأ من فترة وقتها طلع قرار بإنه تشجيعاً للإنتاج وللدراما إنه يشتروا كل الإنتاج السوري على عجر وبشر الجيد. هذا لازم يعمل حالة إنه تشجيعية نحو الأفضل. عند البعض فهموها أنه نحو الأسوأ، أنه أنا شو ما عملت راح بيع. هون بيجي دور التلفزيون أنه لا تشدد، يعني مو كل شيء بينتج لازم نتبناه، لأنه هذا بالنتيجة يا قلبي عم يسيء لسمعة الدراما بشكل عام. يعني توضح فكرتي، بتبطلي تشوفي الأعمال الممتازة، تشوفي بس هاد، إنه يا أخي ليش؟ مثل إذا توب عروس أبيض وعليه نقطة حبر هالقد، بتبطلي شوفي كل هذا البياض، تشوفي شوفي نقطة الحبر هاي. نعم. أستاذ دوريت،
اشتقنا لك باعمال جديده، اشتقنا لابداعك. العفو تقبشيني. محضرين شيء جديد؟ والله هلا في فكره عمل يعني مع الاستاذ باسل الخطيب. نعم. ايه فيلم سينمائي ان الله راد تحت عنوان دمشق حلب. نعم. ان شاء الله هيك بيتحقق باذن الله. ان شاء الله اشتقنا لك، يعني اشتقنا لطلتك كمان حتى هيك تنورنا على الشاشات، ومستنيين ان شاء الله هذا الفيلم يبصر النور استاذ دوريت. هلا نحن قاعدين ببيت عربي، يمكن صوت البحر او المي كلنا عم نسمعه، شو بذكرك هذا الصوت؟ شو بذكرك تفاصيل البيت العربي لما تقعد تمشي بحارات الشام القديمه او تشوف هيك معلم، شو بيمرق بذاكرتك اول شيء؟ بذكرني بعظمه البناء الدمشقي. هلا حاره ضيقه مثل دخلت ومغمه، انفتح الباب شفت فضاء بياخذ العقل. هاي ميزه البناء الدمشقي، مشان هيك الدمشقي بيحب البيت، بيحب العيله، كان على الاقل مثلي انه التنفس بيصير لما بتدخل للبيت مو لما بتطلع منه. هلا بتطلعي من البيت تلاقي ازقه ضيقه، عتمه الى اخره، بضيق خلقك منها. تفتحي باب دمشقي وفوتي تنفس بلش. مزبوط. وانا ضليت العاده معي انه حب البيت وبالتالي حب العائله، مشان هيك انا اللحظه السعيده عندي وقت اللي بحط الباب وبدخل مو بطلع. بركضوا عليك احفادك و تأكيد. نعم استاذ دوريد، في فكره جديده حابب تجسدها من خلال شخصيه هي ببالك بس لسه يمكن ما حان الوقت انه تطلقها؟ والله ايه، يعني اقول لك كان عندي فكرتين، بس واحده منهم انا عملت الاباء الصغار يلي هو انه العائل، انه الوطن السليم بيبدا بعائله سليمه مو العكس. لانه الوطن خليني اقول مثل جدار، مجموعه احجار، اذا مو كل الاحجار سليمه متماسكه ما بيكون الجدار سليم. فالوطن بيبدا بناؤه ببناء العائله قبل، العائله السليمه. وعلى الاساس عملت الاباء الصغار. هلا خاطر لي اعمل العكس بقى، انه العائله المتفككه وخاصه اللي فيها عنف منزلي، سواء من الزوج او من الام او حتى من الاطفال في بعض الاحيان بيمارسوا عنف على الاهل. ايه عن جد، عم هي ظاهره كثير منتشره، عنف متبادل. انه هون وين بنصير؟ يعني مجرد فكره ما زالت. ما زالت يعني ما كتبت على الورق لسه بعد. هو لقلك انا لما بفكر بمساله بخزنها هون، بخمرها لغايه ما هي بتنقر لي على راسي من جوا، بتقول لي استويت مثلا. اوكي. هلا مثلا فيلم الحلول اللي ضوج الدنيا بزمانه، اجتني فكرته سنه 1964 بحادث سير صار معي على طريق بيروت. نفذته بال 84، يعني ظلت الفكره 20 سنه لتنفذت. نفس الشيء الاباء الصغار، ظلت اكثر من 20 سنه. ما بدنا ننطر هلا 20 سنه الكفرون، بدنا نشوفها عن قريب. ان شاء الله عن قريب في قلت لكم عليه دمشق حلب. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. استاذ دوريد، يعني بعرف قديش عندك انتماء كبير للبلد، للشام. لما تشوف رجال الجيش العربي السوري انت ومارق بالشارع، شو بتحس؟ شو بتقول لهم؟ كيف يكون تعامل لمين؟ لما تشوف انت حضرتك رجال الجيش العربي السوري بالشارع، شو بتقول لهم؟ شو بتحس؟ يعني شو بيكون ردة فعلك؟ بحس انه بدي اغمرهم، واكيد ساعتها بدي اقول له شكرا بس مو بطلع معي، لانه هو بيستحق معهم، بيستحق اكثر من كلمه شكرا، وخاصه هذا اللي فقد شيء منه، جرحه، شيء جريح، فقد شيء من بنيانه. كيف بده يكمل عمره؟ أنا فعلا بوقف قدامه يا قلبي خجلان، بخجل منه، بخجل له شكرا حتى، لأنه ما بتكفي، ما بتعبر عن الشيء اللي جواك تجاه بطل من هذا النمط.
اكيد اكيد نحن بنقول الله يرحم جميع الشهداء ويشفي جميع جرحانا يا رب. الشهداء ما بقى بدهم منا انه نوقف دقيقه احتراما لشهادتهم، بده نوقف الدقيقه، لا بدهم بدل ما نوقف دقيقة بدهم دقيقه فعل مش دقيقه توقف. نعم نعم استاذ دوريد، يعني نحن عن جد اليوم كانت اول يوم بالسنه الجديده، انت بلشت معنا بهذا اليوم، ان شاء الله بيكون خير عليك وعلى عائلتك وعلى كل السوريين. حكيك الوجداني وحكيك الفني وحكيك الموجه لكل جيل الشباب والكبار والصغار اللي عاشوا ذكرياتهم معك بكل تفاصيلها. اسم دوريد لحام اسم كبير انحفر بذاكره كل حدا منا. احنا بنتشكرك لوجودك معنا باول يوم، الله يطول بعمرك ويخلي لك عائلتك يا رب. شو بتحب تقول بهي ما بتمنى جديدة؟ يعني مثل ما حضرتك قلتي بتمنى الخير لي ولعائلتي، بتمنى الخير لوطني، لانه اذا وطني بخير انا بخير. نعم. بالتالي بشكل طبيعي اكيد. نعم. انت لكم. انت بركتنا حبيبه قلبي، وجودك خير بحد ذاته اكيد حكيك تاج على الراس، وبنتمنى الكل يكون مثال لحضرتك، ان كان بالبيت ان كان بالشغل ان كان بالشارع، يا حبيبه كان بالمحبه كان بالوقت. وبضل بقول خليكم مغروسين بوطنكم مثل الشجر، خليكم. وما في اجمل من كلمه للأديبة السورية غادة السمان، بتقول لك لا تحاول أن تأخذ شجرتك إلى الغربة لتحظى بالظل، لأن الأشجار لا تهاجر. صحيح. شكرا لك. يسلم تمك. أهلا يا قلبي. شكرا كثير لك. عم سعيد. شكرا لك. عم مبارك. إمتى حتى تستدعوني مرة ثانية؟ نحن دائما حظي أنا وليا يمكن أنه دائما بنكون معك. حبيباتي تقبشوني. شكرا لأنه بتلبي دائما بتلبي الدعوة من أي جهة كانت. تحية لكم من القلب لكل المشاهدين، وتحية خاصة للإخبارية السورية الطيبة. شكرا لوجودك معنا أستاذ.